أفلام حلوة على الأعياد، أفلام كريسمس موفيز، بس كمان في أفلام مش كريسمس أبدا، بس كمان أفلام حلوة. صح، بس على طول في هلأ ثلاث أفلام رح نحكي عنهم، هن موجودين بالصالات بالوقت الحاضر. يعني معنا اليوم دي في دي، ما في مطرح. في عجة أفلام. في عجة أفلام صح. بلش بأول فيلم. شو رح نحكي عن أول فيلم؟ بست مان هوليداي. بست مان هوليداي بنحكي بالأول. أجواء كريسمس. أجواء كريسمس. كريسمس موفي صحيح، بس يعني المسج الأساسي هو الفرنشيب. هالصداقة يلي تايمز تشينج فرنشيب دازنت. مظبوط، يعني هالصداقة ما بتتغير أبدا مع تتغير الأيام، بيكبروا بيكونوا أصحاب من أيام المدرسة الجامعة، بس باللحظة اللي بيرجعوا بيتلاقوا فيها بيرجع كل شيء كأنه من أيام زمان. يعني حتى بهذا الفيلم بنشوف إنه القصص اللي كانوا شوي هيك يتباروا، إذا بدنا نقول يتباروا فيها هن وشباب، رجعت هيك. طيب، لأنه بقبل كانت الصداقة أوثنتيك أكثر، مش عبر التواصل الاجتماعي الإلكتروني. عن جد كانوا يقعدوا مع بعض، لازم يكون في كوميونيكيشن أوثنتيك، يعني هيك عميقة. هلا بيقعدوا كثير مع بعض العالم، بس بيقعدوا كلهم حد بعضهم هيك. فهيدي عم بيضيعوا كثير اشياء وكثير وقت وكثير تفاصيل وكثير مو بعرف. anyway رح تكنولوجي غريبه يا كاتب، اوقات فيها تكون مأذيه، ما تقللها. صح، ما تقللها، فيها تكون كثير مأذيه. بست مان هوليداي هو سيكول لفيلم ذا بست مان بال 1999. اوكي، فاذا مرق 15 سنه عن جد من الفيلم لهلا، فهن رح يرجعوا يلتقوا بعد 15 سنة. بذا بست مان كانوا بعدهم بالجامعة، وكان بعد كل واحد عم يشوف مستقبله شو رح يكون، وهلا رح يرجعوا يلتقوا. خلينا نشوفه. صح. I can't tell you how good it is to have all of us under the same roof again. Christmas in New York. That's gonna be great. How you doing? I'm Brian McDonald. Harper Stewart. Hi. Hey, baby. Brian McDaniels. I like to ski in Vermont. Shut up, Harper. I like dating chocolate girls. No more pretending. Is it a boy or a girl? I just wanted it to be a surprise. Oh, yeah? Harper's good for that. Donde está el mistletoe? This is gonna be a long ass weekend. We used to be best friends. You're my boy, and I miss you. I'm thinking if you guys go warm each other up. Good night. It's Christmas, and I'm willing to give, and I'm willing to receive. At some point, we have to tell him. In due time. Wait, did you know about this? Jordan, she's pretty special. I'm surprised she got past all you guys. Who says she did? He's just messing with you, man. Between your wife and your ex, it's like mob wives up in here. Oh, hell no. Ho, ho, ho! This is on YouTube. Oh, damn. Your wife is a freak. Hey, hey. Hey, can I use your phone? I can't get a signal in here. same cast be the best man. كثير مهضومين، حتى الـ حتى الكومبارسن نفسهم نفس الناس عم يشتغلوا بالفيلم بعد 15 سنه، والفيلم تجري احداثه بعد 15 سنة. حبيت لانه كوميدي بيسلي بهيك بخفف، وكريسمس سبيريت وكريسمس موفي بيجتمعوا بكريسمس بارتي. حلو وقت نكون عم نحضر سينما، اوقات كنا عم نحضر هيك نريح اعصابنا، يعني 100% لايت موفي، وبنفس الوقت فيه مسج. يعني الكوميديا اوقات بتكون عميقه اكثر من دراما. صح، عم نقول هون بغض النظر هلا عن الفيلم الثاني اللي بدنا نحكي عنه اللي هو اكشن.
هل 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 القصة يعني الهانجر جيمز قد ايه اخذي سكسس خاصة عند المراهقين مع انه في عنف يعني ما هي سموها مثل ما كنا عم نحكي مع إلي مزبوط هي الجلادييترز ذا نيو ايرا اوف جلادييترز كيف كانوا قبل يتبيروا كيف صاروا هلا عم يتبيروا ذس از ذا فيوتشر يعني اوف ذا جلادييترز فالطريقه تغيرت كومبليتلي وبذات الوقت كلها صارت حديثه تكنولوجي اخبار ما بعرف هذه الامور هلا ثاني فيلم ما بنشوف كثير مثل كمان مع رينا انه ما بنشوف كثير هال كومبيتيشن هال فايت بقدر ما بنشوف كيف بدها تصير المشاكل كيف بدها تنمى المشاكل بعد سنه من ربحه لانه راح يصير في ثوره بالاخر لانه هي عطتهم في نوع من الثوره عطتهم هوب يعني عم بتذكر باخر ذاك الفيلم كان مفروض باول اذا بدك بارت كان مفروض يربح شخص واحد بالهانجر جيمز هن كسروا القاعده وربحوا شخصين كانه تحدوا المنظمين وربح شخصين هون ما نشوف كيف بدها تكفي بعد سنه كيف بدها تكفي هال على كل حال جينيفر لورنس يعني عاطي كمان قيمه للدور مع انه بعمر كثير صغير بس يعني اصلا بعمر صغير اخذت اوسكار كان من اصغر يعني الممثلات اللي اخذوا اوسكار فهون كمان عم تقدر بذا هانجر جيمز تقدر توصل فعلا الشخصيه بطريقه حلوه وكمان يعني تفوت على عمق الشخصيه مش بس بالاستعراض يعني لا طبعا انا بقول ضروري تحضري الاثنين تتشوفي اكزاكتلي اللي عم تخبريه كثير مزبوط لانه بتشوفيها قديش هي قديش شاطره قديش كثير شاطره خلينا نشوف تريلر You and Mom. I don't want you to get hurt. Since the last games, something's different. I can see it. What can you see? Hope. You saved us. I know that. But I can't go on acting for the cameras and then just ignoring each other in real life. She's not who they think she is, and she has to be eliminated. I agree, but...